فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا فإن حكم الفقهاء بصحة ماء مغتصب بصحة وضوء مغتصب للماء فإن ذلك من حيث إسقاط المطالبة في الدنيا أما من حيث القبول عند الله فإن الله لا يقبل إلا الطيب وقد جاء في الآثار أن أنه لو اشترى ثوبا بعشر دراهم تسعه حلال وواحد حرام لم يتقبل له صلاة ما دام على بدنه خيط من ذلك الثوب فهكذا شأن القبول عند الله